طبعا في نفس السياق في إطار حق الرد. مدام سماح مرحبا بك. مرحبا بك ديوان اف ام ومرحبا بكل مستمعينا. طبعا نمكنك من حق الرد على اعتبار وانك اتصلت بنا وحاولت توضح ربما بعض النقاط. تفضل الكلمه لك. مشكور سي محمد. بالله بخصوص المداخله اللي قام بها التصريحات اللي قام بها السيد اللي حضر عندكم البارح وذكر لي بالاسم وقال لي السيده سماح بوعجيله الكاتبه العامه الجهويه لحزب الدستور الحر قامت بتقديم مبلغ قدر 462 مليون حسب تصريحاته هو تحت الطاوله من غير ما تتعدى على من المال. نحب نرجع على السيد هذا ونحب نوضح للراي العام ولكم انتم اللي التصريحات هذه ادعاءات باطله عاريه من الصحه وشيء غير موجود اصلا. وانا راني انسانه كيما الناس الكل مواطنه تونسيه ومنبثقه من الشعب التونسي من القاعده من الناس العايشه. انا ما عنديش لي رسوخ نتاع المبلغ هذا ولا اني نقدم الفلوس هذه للحزب الدستوري الحر ولا للقياده المركزيه نتاعو. ونحب نقول اللي راهو الشيء اللي صدر عنه في توفيق المرودي لا كفل العضو المكتب الوطني المستقيل من الحزب الدستوري الحر شيء مخجل شيء عيب يصدر من انسان قيادي وخاصه انه رجل امن معناتها سابق يصرح بمثل هذه التصريحات معناها من غير حتى دليل معناتها مادي عنده يقدمه. راهو هذا في اطار حمله نتاع تشويش على مسار العمل نتاعنا تشويش للقياده ضرب حظوظ الحزب في النجاح اللي كما نعرفوا اليوم الناس الكل قادمين على مرحله انتخابيه الناس الكل تعرف موقع حزب الدستور الحر في السياحه السياسيه وفي قلوب التوانسه والاقبال الجماهيري عليه. دونك الناس هذه ما عندهاش اي وسيله معناتها باش تصفي حساباتها معناتها سامحني بين قوسين باش نذكر الاسباب اللي خلت الناس هذه تصرح بمثل هذه التصريحات معناتها الادعاءات الباطله. انه السيد هذايا كان عضو مكتب وطني في دائرة جابس وعطى معناتها شروط كون اخوه يكون رئيس قائمة في جيتو معناتها شيء يفوضه معناتها يخوله له القانون والدستور اللي يترشح من حقه. لكن الوقت اللي قدم الترشحات نتاعو في الاطار بربي الحد زاد نخص بالذكر النقطة هذه تعطيني فرصة باش نوضحها اللي معناتها مسها القيادة كونها قيادة نتاع اسقاطات واملاءات في حين مش صحيح. جستومون برشا انتقادات وجهت لرئيسة الحزب في علاقة بالشفافية المالية داخل الحزب في علاقة بارتباطات ربما قد تكون موجودة بأطراف خارجية تحدث على علاقة مع مخابرات أجنبية تحدث على علاقة مع دول خليجية برشا التباسات اليوم في علاقة بقيادة الحزب وبما يحصل داخل الحزب أيضا. سماح بوعجيلة سي محمد قلت لك هذا كل يندرج في إطار معناتها حملة ممنهجة ضد الحزب الدستوري الحر بشكل عام وبالتشكيك في مصداقية وشفافية ونزاهة القيادة. احنا اليوم في نخوض كما بقي الأحزاب الكل وكما الناس الكل معناتها كان أحزاب ولا قوائم مستقلة ولا كل شيء حقنا في الخوض المرحلة الانتخابات وتقدمنا بقائمات. القائمات هذه نحب نوضح بالله للرأي العام اللي القائمات هذه راهي تم نابعة من الجهات وما غلطكمش وما تطيحوش مربع التشتيت وهالحملة الممنهجة تاع التشتيت هذه. راهو القائمات تم اختيارها وتركيزها من الجهات. قدمنا ترشحات استدعتنا القيادة في كل قائمة وكل جهة في من موقعها جات حضرت اجتمعنا بالقائدة بالرئيس الحزب بالقائمة المترشحين في القائمة الكل وبعد عملنا معناتها التزام تعهد التزام اخلاقي قبل كل شيء معناتها اللي مهما كانت الخيارات ومهما كانت القائمه اللي باش تصدر راهي باش تكون معناتها ما غير شيء من انضباطنا وباش نواصلوا العمل في صفوف الحزب الدستوري الحر. رغم كل الاستقالات اليوم رغم نزيف الاستقالات سماح مش صحيح. انا في دايره قبلي عندي معناتها في ولايه قبلي الحزب الدستوري الحر عنده 7 دوائر وثلاثه خلايا والبارح جبت ما نجمتش ناخذ المداخله نتاعكم خاطر كنت في اطار تركيز خلية في دايره رجيم معتوه معناتها تبعد علينا 115 كيلومتر وبعيده على
معناتها ما وصل مانيش متابعه معناها فعلا اللي يصدق يصدق كل شيء. وكيف تعرف معناتها حزب الدستور الحر قواعد وهياكله في خليه نحل معناتها عمل متواصل. الناس اللي قدموا انفسهم على انهم مستقلين من الحزب اليوم هذا منتحلين صفه عندهم علاقه بالحزب ما عندهمش اليوم ما عادش عندهم حتى علاقه بالحزب. وخاصه انه الاستقالات هذه عندنا شهر راي الاستقالات هذه كانت من منذ شهر من الزمن يعني نهار اللي خرجت القائمات يوم معناتها واحد جليلي ما نعرفش وقت اللي تمت التصريح بالقائمات على الجهات الناس هذه كيما لقات روحها هي تدوليس ولا الاشخاص اللي حبتها تكون تدوليس قدمت استقاله ومنهم ما تمثلش الحزب الدستوري الخارجي.